طيب مساء الخير عليكم جميعا. غير اتطرق بس مسألة الألمانية، الشيوخ جاي يتكلموا مسألة الألمانية وما الألمانية، هم قالوا كفر وما كفر حاجات دي يعني. الشيوخ تكلموا مسألة الألمانية، قالوا الناس اللي ادوها الألمانية يعني كفر وما كفر للألمانية ضد الدين الحاجات دي يعني. الألمانية يعني أمورها ما يبقى ضد الدين يعني، اللي ما بقى كده ألمانية يعني. مسألة الألمانية ما ضد الدين، ضد الدين كيف؟ ظهرت الألمانية، الألمانية إذا ما ظهر ما قال هي ضد الدين آخر يعني، سواء كان الدين الإسلامي والدين المسيحي وكده، سواء كان الدين الإسلامي والدين المسيحي أو أي ديانة آخر يعني، هي ما بقت ضد الدين ولا أي دين آخر، عشان ما يجي الألمانية ضد الدين والحاجات دي و تسمعي. عموما ألمانيا ننظر للدين إنه الدين علاقة بين البشر وخالقه، الدين علاقة بين البشر وخالقه، والدولة ضمن ننظر عليه هو الدولة مؤسسة اجتماعية استنبطناها البشر، استنبطوها البشر. الألمانية ما بقت كتاب سماوي نازل من فوق زي ما الكتب السماوية يعني، عشان ما هي يكون ضد الدين يعني. إذا كان الألمانية هي كتاب سماوي إذا هي هو تلقائيا كده حيكون ضد الدين أو ضد أي أغرى أي حاجة أغرى يعني، استنبطوها البشر وما كتاب سماوي يعني. لما نقول الألمانية كفر وضد الدين وكده يعني، ما قاعد أقصى أي دين، بينما يتم تحفظ الدين تلقائيا كده ضاله أي ديان إن كان، ما شرط هي الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو أي ديانة أغرى يعني. مسألة الألمانية ده هو ما خلاص مسألة مطلقة، ما مسألة مطلقة كده خلاص استنبطوها وجاي من فوق بس خلاص مطلقة، هاي حاجة نسبية بعدين قابل للنقد، قابل انها تتغير بأي مسألة ان كان يعني. اذا كانت حاجة مسألة مطلقة جاي ككتاب او كتاب سماء او اي حاجة ان كان طيب، لكن حاجة استنبطوها البشر كيف انها يكون تنقض الدين الناس ما كده يعني. وما يعني ما دير روي كثير يعني، من انه يكون طيب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا ذاته عشان الموضوع ده سالونا منه في الكليه كثير وهنا كثير، وانا داير الاخ يعني يكون قريب مني، عشان احنا اذا انا وهو اختلفنا في العلمانيه، هو قال هي العلمانيه ما كفر وانا ما زال اقول هي كفر. طيب عشان نحل الموضوع ده نعمل شنو؟ نعرف العلمانيه ولا شنو يا اخواننا؟ نحن اختلفنا انه يا اخي مثلا انه ده مبنى او ده ما مبنى، في مراجع بنرجع لها خلاص. طيب العلمانيه دي من تعريفها سكيولر، اس اي سي يو ال اي ار، سكيولر. سكيولر تعني دنيوي او لا ديني. لو في زول عنده قاموس الان في الغرفه يجيبه لنا الان كويس. ده تعريفها، من تعريف العلمانيه دي كفر. وعرف ويبستر في القاموس العالمي الثالث الجديد قال هي حركه اجتماعيه، ودي ده تعريف دائرة المعارف البريطانية، قال تهدف إلى صرف الناس، صرف الناس تصرفهم من الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. أنا دايرك تجيب لي تعريف، ده تعريف المعجم. أنا دايرك أنت تجيب لي تعريف يقول إنه العلمانية محايدة تجاه الأديان، وبعد ذلك بنجي لبعض التفاصيل في العلمانية. لو أنا كلامي ده غلط تعال وريني له. العلمانية تعريف، حتى لو عندك في الموبايل بتاعك معجم اكتب الكلمة دي. تاني خلينا حاجة يا اخواننا عشان ما نتناقش كثير. العلمانية هي ضد الدين. العلمانية ضد الدين. وهي كفر بالله، ليه كفر بالله؟ لأنه هي جاءت عشان تقصي الدين بعيد. هذا كفر ولا ما كفر؟ ها؟ زول جاي عارض دين الله، ده ما كافر يا اخواننا؟ ما كافر؟ كافر. عرفتها؟ طيب. فأنا داير الأخ اغنعني، يمكن يكون تعريفي ده غلط، ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. جيب لي كتاب مرجع نرجع له عشان ما يبقى كلام ساي. أو أنت سوي لك مذهب ثاني لكن ما تسمي العلمانية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين قال العلمانية ما بتقصي أي دين. قال لأنه العلمانية ما كتاب سماوي عشان تبقى دين. ودي ذاتها معلومة غلط ذاته. ما إلا حاجة تبقى نازلة من السماء حتى تبقى دين. ممكن
حاجات ناس اعتقادات قاعدة بين الناس تبقى دين. الهندوسية دين ولا ما دين؟ دين. القرآن ربنا قال شنو؟ ربنا قال قل يا أيها الكافرون. الخطاب لمنه؟ لناس أبو جهل وأبو لهب والجماعة ديل، صح ولا ما صح؟ لا أعبد ما تعبدون. في نهاية الصورة ربنا قال شنو؟ لكم دينكم ولي دين. هل دين الرسول صلى الله عليه وسلم الحق ولا دينهم الباطل؟ دينهم الباطل. يبقى ممكن يكون، هل دين أبو جهل نازل من السماء؟ يبقى هو دين ولا ما دين؟ يبقى العلمانية دين. فما شرط الدين يا أخواننا إلا يكون شنو؟ إلا يكون نازل من السماء، لكن بيبقى دين باطل بس. ده الموضوع. فدي المعلومة الغلط اللي عندك. والمشكلة إنه يا أخواننا كل الناس اللي بيدافعوا عن العلمانية عندهم معلومات غلط، معلوماتهم كلها غلط، حتى حقتهم يعني تعريف العلمانية وكذا. ما المفروض أعرفه أنا السلفي؟ أنا المفروض تزعلني في القرآن والسنة وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب وابن تيمية وكذا عشان أعرف لك. لكن كونه أنا أجي أعرف لك كتبي وأعرف لك كتبك دي ذاتها مصيبة ذاتها. طيب، فالعلمانية هي كفر لأنها ضد الدين. وأنا دي كتب الآن موجودة عندي الآن، كتاب اسمه مهمات اتحاد الشبيبة المسلمة لماركس، هذا الكتاب بي دي اف موجود، ممكن تكتب في النت ويجيك، وممكن تجي لأخواننا دي اللي يرسلوا لك. وأنا حافظ الكلام لكن دار أقرأه لك. وتاني حاجة أقرأ لك البيان الشيوعي، عرفتها؟ قال ولكن هل ثمت أخلاق شيوعية؟ لأنه شيوعية علمانين ولا ما علمانين؟ الشيوعيين ما علمانين؟ قال هل ثمت أخلاق شيوعية؟ هل ثمت سلوك شيوعي؟ أجل بكل تأكيد غالبا ما يزعم أن ليس لدينا أخلاق خاصة بنا، وفي معظم الأحيان تتهمنا البرجوازية بأننا نحن الشيوعيين ننكر كل الأخلاق، وذلك طريقة لتشويه الأفكار لذر الرماد في عيون العمال والفلاحين. بأي معنى ننكر الأخلاق والسلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع إننا لا نؤمن بالله. زول ما بيؤمن بالله ده مسلم؟ أها. فيبقى العلمانية كفر يا أخونا، وإنت شكله إنت المعلومة عندك ما تهمه والله. فأنا بنصحك بأنك تراجع، وأنا متأكد إنت لو قريت ورجعت للمراجع حتى بتاعت العلمانين، وده كتاب داروين أصل الأنواع اللي بيقول فيه إنه جدنا كان قريت كلنا نحن جدنا والله. هذا ليه اللي عاين عامله كيف عامل لك قريت وقال القريت كان كيف، وكله كلام باطل ساكت يعني كده قبل ما نخش ولا دارين نخش فيه ذاته. بس بسؤال واحد للشيوعين، نحن مش جدنا كان قريت؟ طيب الضنب مجا وين؟ ده مش سؤال منطقي؟ هو صاحبي ضحك، السؤال ده صاحبي ضحك، لكن الضنب مجا وين يا أخوان؟ فده كلام فارغ وكلام باطل ساي. طيب قال العلمانية ما بتقصي أي دين. طيب قال العلمانية ما بتقصي أي دين. طيب في الحكم نحكم بالقرآن ولا نحكم بغير القرآن بالقوانين الهندية والإنجليزية؟ أنا بديك سؤال الآن جاوب لي عليه عشان أوريك العلمانية بتقصي الدين. اتفضل جاوب ما في مشكلة. ما نحن كلامنا ده أخواننا والله لا فيه إهانة لزول ولا دارين أهين زول. نحن دارين الزول لما يجي يناقش تتبين له نقطة، إما أنا وإما أنت. أنا لو غلط رجعني، وإنت لو غلط أرجع. الكلام ده فيه حاجة يا أخوانا؟ ما فيه حاجة. فإنت أنا كلامي ده لو 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 ما غلط، لو غلط تعال صلحني، ولو ما غلط تعال وريني، أو تعال تاني أرجع وريني إنه العلمانية ما بتغسل الأديان كيف. في مسألة مثلا الرج العلمانيين بيقولوا الزول إذا زنى وهو محصن متزوج يعني، ودخل بزوجته ثم زنى، قالوا ده اعملوا له أي حاجة تاني، يجلدوه يعزروه يسجنوه، لكن ما يرجموه بالحجارة لغاية ما يموت. الدين الإسلامي قال لنا يرجموه بالحجارة لغاية ما يموت. الدين الإسلامي قال السرق وثبت عليه حد السرقة وما كان في مانع من الحد وما كان في شبهة تدرأ الحد فإنه يقام عليه الحد. العلمانية قالت لا، حتى لو ما كان في شبهة ما يقطعوا له إيده، يسجنوه يغرموه يسووا أي، حتى لو قالوا يقتلوه برضو ده ما حكم بالدين. وربنا قال إن الحكم إلا لله. طيب هل أنا أحكم بكتاب الله ولا أحكم بحاجة تانية؟ لأن أنت قلت لي العلمانية من وضع البشر، وده براو كفاية إنه العلمانية ما نافعة بالمناسبة. لأنه هل وضع البشر أفضل أم ما أنزل الله أفضل؟ الأفضل ياتو ما أنزل الله. فيبقى أنت ما دام قلت أنت العلمانية منتوج بشري معناه منتوج ما نافع، والله ما نافع. وده الحاصل الآن يعني الليلة زول تلقاه عمل له جريمة كبيرة، للقى له محامي نجيط فاهم القانون كويس، بالقى له ثغرة
ليه؟ لأنه ده وضع البشر. وضع البشر أي حاجة بتلقى فيها ثغرات، عرفتها؟ عشان كده المحامي النجيض بيقول لك قال بيعرف شنو ثغرات القانون، صح ولا ما صح؟ لأنه القانون ده من وضع البشر، عرفتها؟ أما القانون، أما الشريعة الربانية دي ما فيها ثغرات، محكمة تماما، عرفتها؟ فده كفيل إنه ما تنفع. عشان كده ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. يا أخي الليلة لو شفت ثلاجة الموبايل ده بيجيك معه كتالوج، صح ولا ما صح؟ يقول لك البطارية لما تكون جديدة تخدها في الشاحن 4 ساعات، ولما كده والصناعة ده بني آدم مخلوق، والزول تلقاه يقول لك لا يا أخي لما تفك الموبايل ده جديد، لو فكيت البطارية الموبايل بيبوظ، أنا مشتري بالغالي. الجاب لك الكتالوج اللي بيشغل الموبايل ده منه؟ ده المخلوق. أنت اللي خلقك منه؟ خلقك الله. ربنا نزل لك شنو؟ قرآن. قرآن يوريك اللي بيصلحك شنو والما بيصلحك شنو. فيبقى أخواننا العلمانية ما نافعة، علمانية ما نافعة، والعلمانية فيها ثغرات كثيرة، ثغرات كثيرة جدا. طيب، فالعلمانية تقصي الدين الإسلامي بالذات. أما الدين النصراني المحرف ده فأصلا يدعو للعلمانية، لأنه حرفه بيقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أصلا لو دار تبقى نصراني جد بتبقى علماني. طيب، قال الدين علاقة بين البشر وخالقهم، ولعله الأخ ده سمع شبهة في محل ما وما تم شبهة، لأنهم العلمانيين بيقول لك الدين علاقة رأسية، يعني ما عنده علاقة بأخوك. طيب الزكاة علاقة شنو؟ هم قالوا الدين علاقة رأسية. طيب أنا لما أدفع الزكاة دي علاقة شنو؟ دي علاقة رأسية وأفقية. أنا لما أنصر المظلوم دي علاقة شنو؟ علاقة أفقية. فيبقى نجرتهم دي ذاتها فاشلة ساكت، إنه علاقة رأسية وديك علاقة أفقية. يعني شنو؟ يعني أنت ما عندك شغلة بالناس، أنت بس لو داير دين دينك مع الله، لكن ما معي أنا. دي الكلمة دي كلمة خطيرة جدا، كلمة سيئة جدا من العلمانيين، ولعله الأخ ما يكون يعني عارف محتواه في شنو. طيب، قال العلمانية كلامه إنه يعني بتنظر للأديان كلها، الإسلام والمسيحية وكذا، يعني بالنظرة المحايدة. طيب المحايد ده معناه شنو يا أخوانا؟ المحايد معناه ما واقف بجاي ولا واقف بجاي، صح ولا ما صح؟ طيب الدين قال لك ما تقف بجاي وما تقف بجاي، ولا قال لك تبقى معي عديل؟ ما هو شوف يا أخوانا، أنا أوريك والله الزول الفهم العلمانية وفهم الإسلام بيعرف إنه الإسلام والعلمانية ما بتلاقوا. يا بقيت مسلم خليت العلمانية، يا بقيت علماني خليت الإسلام، لأنه الإسلام والعلمانية ما بتلاقوا. لأنه لو دار تبقى علماني تشيل الإسلام برا، الحدود تشيله برا، الحكم تشيله برا، غيره تشيله برا. الإسلام لو جاء أي حاجة غير القرآن والسنة ما بيقبلها. التحريف الحدود بيشيله برا، غيره بيشيله برا. فالإنسان لو دار يبقى علماني لابد يترك شنو؟ الدين. ولو دار يبقى مسلم لابد يترك شنو؟ العلمانية. فالزول يا أخواننا يبقى صريح، يبقى صريح. ولا أغنعونا نحن كلامنا ده، زمان بيقولوا نحن سنولى سياسة. طيب الناس الفطاح لا واللي تخرجوا وكذا، تعالوا ورونا سنولى سياسة دي، وروم وعوم. وده يوريك إنه يا طلبة يا أفاضل إنه والله العلمانين ديل ما دارين بيكم خير. والناس الآن مع العلمانية المعلومات دي عندهم ما مكتملة يا أخي، أنت ما أدوك معلومة كاملة يا أخي، ما أدوك معلومة كاملة، عشان كده بقيت علماني. العلمانية من بدايتها، ودي أخواننا خطوات إبليس. شوفوا العلمانيين ديل خطيرين كيف. إبليس ما طوال بيقول لك أسمع فلان راح أكفر، راح أزني، راح أشرب الخمر. هو قال لأبونا آدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ قام العلماء قالوا ذكر أمرين، أول حاجة شنو؟ شجرة شنو؟ قال الخلد وملك لا يبلى. لأنه لو الإنسان خالد قاعد في الدنيا دي لغاية ما تقوم القيامة، لكن ما ملك فترة، ساي تعبان، ده مش تعبان. أهلنا بيقول لك الله في الدعاء، يعني بيقول لك الله يديك الشقة وشنو وطولة العمر، مش معناه نجموك نجام شديد. شوف إبليس قال شنو؟ قال هل أدلك على شجرة الخلد أهو معاه شنو؟ وملك لا يبلى. يعني أنت خالد وشنو وملك ما عايز ساكن. ولو كان الإنسان ملك
لكن عارف نفسه بيموت ما بكون متنعم بشنو؟ بملكه صح؟ لكن لما انا عارف انه انا ملك وانا مرتاح وانا ما بموت بكون مستمتع. عشان كده اهل الجنه في الجنه لا يموتون ولا يمتخطون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال جشاؤهم المسك وغيره من الوصف العظيم الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنه. ولذلك يا اخواننا الانسان يعلم حقيقه انه العلمانيه ما محايده، العلمانيين ما محايدين، العلمانيه ضد الدين تماما واقصوا الدين نهائيا وشالوا الدين برا. بل الاشيوعيين بيقولوا الدين افيون الشعوب، الدين افيون الشعوب، ده بكون محايد تجاه الاديان. الشيوعيين بيقولوا في كتاب البيان الشيوعي برضه موجود عندي ممكن تخش النت تلقاه، قال فالشيوعيه تلغي الحقائق الابديه، تلغي الدين والاخلاق عوضا عن تجديدهما. قالوا ما دارين دين ولا دارين شنو؟ ولا دارين اخلاق. يا اخي قبل اخواننا ديل في السنتر هناك شغالين كانوا مستغلين واتحادين كولين سبدين، والله دينك يا دينك وانت صاح، دينك يا حكمك بالسلاح، ودينك ده دين، الدين الدندن فوق احزاني. بالله عليك الله شماسي في سوق البحر الاحمر هنا بيسيب دين قدر ده؟ ده ما سب دين. والزول اللي بيجي يتكلم ويقول الاسلام ما نافع ده برضه سب دين، واما كان قال سب الدين بالشيل المعروف عند الناس ده برضه سب دين، لانه طعن. السب هو الطعن والانتقاص، فزول انتقص الدين وزول عاب الدين وسب وشتم الدين وتنقص الدين ده زول سب الدين، عرفتها؟ فنحن والله بندعو يا اخواننا الناس والشباب، العلمانيه ما بتسوي لنا حاجه والعلمانيه مناقضه للاسلام، فالناس يتركوها. بارك الله فيكم وجزاكم الله. هل العلمانيه من العلم؟ ايوه العلمانيه من العلم. لا ما من العلم، لانه العلم بالانجليزي ساينس والعلمانيه شنو؟ سكيولر، عرفتها؟ والنسبه الى المذهب العلمي شنو؟ ساينتيفيك مش ساينتيزم، اما دي سكيولاريست سكيولاريزم، فرق بيناتهم. ما في اي علم، هو الساكت. اخر سؤال يا اخواننا معليش تفضل. طيب انا داير اسال سؤال بسيط. تفضل. طيب السؤال منطقي يا اخواننا، ليه قال سؤال منطقي في جانب وما منطقي في جانب؟ فهو قال يعني زمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في قانون بيحكموا به؟ ونحن زمان ما قاعدين والليله ما قاعدين يحكمونا بالشريعه الاسلاميه كامله. اول حاجه وقال لي انت راضي به، انت راضي به، وانا طبعا ما راضي به، لانه الرضا ده عمل القلب مش، وانت ما شقيت عن قلبي يا اخونا، عرفتني راضي ولا ما راضي؟ وانا لو كنت راضي ما بجي بدعو للدين اصلا واجي احارب العلمانيه، عرفت؟ فانا ما راضي به، لكن انا حكموني به واعمل شنو؟ مغلوب على امري، فماذا افعل؟ افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكه ما كان فيها علمانيين، انت قايل شنو؟ ابو جهل ده كان جبهه ديمقراطيه، وداك ابو لهب، ابو لهب كان حزب البعث العربي الاشتراكي، وعقبه ابن ابي معيط كان ما اعرف لك اتحادي ولا مستغلين، كانوا قاعدين. يعني انا دار اقول لك مش هم بالاسماء دي لكن بالافكار كانوا قاعدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مكه ولا ما كان قاعد يا اخواننا؟ كان قاعد ولا ما كان قاعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مكه ولا ما كان قاعد؟ هل كان قاعد راضي ولا شغال يدعو الناس؟ كان شغال يدعو الناس، لكن اول حاجه بدا بها الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو ال 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 الكلام في الحكام وانه حاكمنا ابو جهل وانه ذي المفروض ينزلوا تحت، ولا اول حاجه بدا لها العقيده والتوحيد؟ العقيده والتوحيد، عرفتها؟ فانت لو دار تغير الواقع ده لابد ترجع للدين، عرفتها؟ عشان كده نحن قلنا لك الدعوه لابد من البدء فيها بما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا انا لو عملت لك كده ببقى لك نسخه ثانيه من الاخوان المسلمين بس، عرفتها؟ فنحن ما راضين، لكن نحن طريقتنا في التغيير انه نبين للمجتمع ونوعي المجتمع، فمن صلح من المجتمع يحكم بالدين والشريعه، وما ذلك على الله بعزيز. لكن عشان نستعجل النتائج ونقول ما حكمونا بما انزل الله ونمرق ونغير، ده شغل بتاع ناس داعي ذاته.